وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ فهد الغريب، أخصائي سلامة أغذية ومشرف التفتيش بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. بعد التحية أستاذ فهد، ما هي الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال الحفاظ على سلامة الأغذية؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لكم إتاحة هاي الفرصة. طبعا بالنسبة حق سلامة الأغذية، الحكومة والمملكة تبدي اهتمام واسع طوال يعني العام، إنما هذا متاح الفرصة إن إحنا نبدي هذه الاهتمامات اللي موجودة في وضع الخطة بالنسبة حق الرقابة على الأغذية على مدار السنة، بالنسبة حق جميع المحلات تقديم وتداول الأغذية، وجود فريق يعني أخصائيين عندهم المهارات الكافية وعندهم الخبرة الواسعة في تطبيق هذه القوانين والقرارات. طبعا قانون الصحة العامة اللي صدر، قانون رقم 34 لسنة 2018، قانون الصحة العامة نظم عملية الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية على مستوى المملكة من جميع النواحي، من الأغذية المستوردة والتأكد من مأمونيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة في مملكة البحرين، ويكون هي تحتوي على جميع العناصر المطلوبة بالنسبة حق المواد الغذائية في توفرها في السوق بصورة سليمة تكون واصلة للأرفف وللمستهلك بكل مأمونية، بالإضافة إلى في فريق التفتيش الخاص بالتفتيش الدوري يقوم بجولات يومية على جميع مختلف مناطق البحرين بالنسبة حق محلات بيع وتداول وتخزين وتجارة الأغذية والمشروبات على جميع الأصعدة لتوفير المواد الغذائية المطبوخة أو الجاهزة في للمستهلك بأفضل صورة. نعم، الأستاذ فهد الغريب، أخصائي سلامة أغذية ومشرف التفتيش بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.